ورجعنا لحضراتكم مرة تانية مع فقرتنا. دلوقتي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا بيخص الحقيقة كل الأهالي اللي عندهم أولاد في سن المدرسة، وإيه أهم المهارات اللي لازم أعلمها لابني مع سن صغير عشان تكون مفيدة ليه في حياته وفي سوق العمل لما يكبر. إيه كمان أفضل الطرق اللي ممكن ننمي بيها مهاراتهم الاجتماعية عشان ما يكونش عندهم رهبة مع التعامل مع الناس ويقدروا انهم يعبروا عن نفسهم بشكل واضح وسليم. كل ده واكتر هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده، دكتوره ايمان الريس، مستشار التربوي والتعليمي واخصائي صعوبات التعليم. صباح الورد على حضرتك. اهلا بحضرتك، منورانا. صباح الورد على حضرتك. يعني في البدايه كنا عايزين حضرتك بقى تكلمينا ايه اهم المهارات اللي اقدر انميها في طفل مثلا في عمر بدايه مثلا من 5 سنين او خلينا نقول 10 سنين مثلا. طب خلينا اتفق معاكم ان المهارات ممكن تنميها من سنه. حقيقي ممكن من سنه تنمي المهارات، لان اول 7 سنين في حياه الطفل بيتعلم منك من حاجه اسمها المحاكاه، بتحكيه بالعواطف. يعني كل ما تتعاملي معاه بالعواطف وتتكلمي معاه بالقصص والحكايات بيتعلم منك جدا. فاول مهاره احب الطفل يتعلمها الالتزام. وعشان يتعلم الالتزام ويبقى انسان راجل محترم وست محترمه بتعلميها له في الصلاه. الصلاة طبعا اما يتعلم الالتزام في الصلاة ويفهم قد ايه من السن الصغير ده طبعا ما هو بيشوف حضرتك، لاني بسمع ان الصلاة نبدا ندرب من سن 7 سنين او كده. مش بتشوفي ساعات بتبقي مثلا هما بيقلدوا بالظبط، هما بيقلدوا برافو عليكي صح كده. لان الصلاة الحاجة الوحيدة اللي بتخاطبي فيها حد في الغيب، مش بتخاطبي فيها حد قدامك. فالطفل بيبقى مش عارف هو بيخاطب مين، فبيبتدي الاسئلة بتاعته بتبقى قوية جدا، وبالرغم من كده ملتزم، يعني ملتزم بخمس صلوات وهو مش عارف هو صح. عشان كده بيقولك ما توقفيش الطفل خالص هو بيتكلم، ما تقولوش انت بتقول ايه اللي بتقوله ده، ايه اللي بتعمله ده، بالعكس سيبيه يتكلم زي ما هو عايز، بس ما يعملش غير اللي انت عايزاه، وده فرق كبير. عشان كده تاني مهارة بحب اعلمها للطفل الثقة بالنفس. طبعا مهارة الثقة بالنفس عارفة بتيجي ازاي؟ ازاي؟ اما تديله تاسك صغير ينجزوا فانت تكبريه جدا. وده الفرق بين اشجعه، ده تشجيع بالظبط. برافو عليكي. عشان كده التاسك الصغير انت تديهوله ايا كان هيعمل ايه بالنسبه لك يبقى حاجه كبيره جدا. كبيره جدا. فهو يبتدي يبقى عنده ثقه بنفسه، ويبتدي يبقى عنده بعد كده المهاره الثالثه، مهاره الانصات او الاستماع. ودي المهاره اللي انا بشوفها مهارة في الحقيقه، يعني مهاره انا ممكن احكي لك عنها حلقات كتير قوي. عارفه المشكله في ايه؟ حبنا لاولادنا حب فطري، ربنا خلقنا بيه. حب ولادنا لا، حب مكتسب، ومش قادرين نفهم كده. هما بالنسبه لهم حبهم لينا مكتسب طبعا، ده حقيقي. لازم احنا نعمل حاجات كتير عشان يحبونا، دي معلومه يعني. طب ازاي يا دكتور بطيرة. يعني يا ريت لو توضحي لنا كده ازاي بيبقى حبهم لينا مكتسب وحبنا ليهم غير مشروط. يعني حلو. ما هو طبيعي انه الطفل بيتولد بالفطره بيحب بابا وماما، بيحب بابا وماما. طيب هقول لك على حاجه بسيطه، احنا كلنا بنحب النبي عليه الصلاه والسلام بفطرتنا، بس حبيناه اكتر لما بقى قدوه بالافعال بتاعته، بالحاجات اللي كان بيعملها، وبنفتكر المواقف الحلوه فنفتكر الموقف ده. عشان كده الطفل دايما بيبقى حاطك في زاويه انت هتعملي ايه؟ طب وانت عملتي ليه كده؟ وليه ما عملتيش كده؟ احنا فطرتنا بتغلبنا. فبيبقى عندنا ابننا خايفين عليه، الطفل مش فاهم كده، لازم تكوني بالنسبه له قدوه. ولازم يحبك ولازم يعجب بيكي. صحيح. ابنك لازم يعجب بيكي. لما يعجب بيكي وينبهر ساعتها يبتدي يقلدك. هيبتدي يقلدك ويحبك وهيبدع، وهتبتدي انت بالنسبه له الايدل. عشان كده بيقول لك انا ليه ابني مثلا بيحب بتوع السوشيال ميديا، التيك توك واليوتيوبر، هو رول موديل بالنسبه له يعني. هقول لك ليه، لان احنا سبناهم برضو قدام السوشيال ميديا كتير جدا، وللاسف ما عرفناش نوقف الحته دي، فبقوا بالنسبه لهم بالظبط ما عندناش دلوقتي حته الرقابه. ايوه حقيقي. فيلا خش يلا اتفرج عشان بس يقعد ساكت بعيد عنك. فانت مش عايزه، مش قادره تستحملي كلامه الكتير. عشان كده لازم نتعلم نقول لا لاولادنا. الولاد بتتعلم وبتتربى على لا، بيبقى عندهم تقبل الاخر. طب مش احنا ساعات بنشوف انه بيقولك لما تمنعيه من كذا الممنوع مرغوب، فيبتدي يعند ويبقى عايز الحاجه دي اكتر، لما اقول له لا يبتدي لا يعني عايزها اكتر يعند اكتر. عارفه امتى يعند مع حضرتك؟ لما ما يكونش مقتنع بكلامك. لا، او لو على طول بقول له وبعدين جيت في حاجه مره قلت له لا مش بيتقبلها. طيب خلينا نتفق في 3 حاجات بس بندخل فيهم فوري. الخطر والقانون، حاجه تخص القانون وحاجه تخص الدين. غير كده بتسيبيه.
بس ده في سن كبير يا دكتور. اه بعد 7 سنين طبعا. لا انا بتكلم بقى عن السن اللي حضرتك بتقولي عليه الصغير ده. الصغير ده انت لازم تحاكي عواطفه ولازم يحبك ولازم يبقى متعلق بيكي ولازم يحس ان انت بالنسبه له حاجه كبيره جدا. بس هم في السن ده بيبقوا اذكياء جدا يعني، وبيكونوا عارفين انا رد فعلي هيبقى ايه ومتوقعينه. ويعني مثلا هي عارفه مثلا انه هي لما تقعد تعيط وتزن انا خلاص في الاخر هستسلم. مين اقوى؟ فهم اذكياء. لا هم بصراحه اقوى. خلينا نكون صراحه، هم اقوى. وبعدين بياخدوا القلب، بيقعدوا ياخدوا الستبس كده، بياخدوكي في حتت كده بتلاقي نفسك خلاص مش عشان كده في كل المواقف طبعا يعني. انا بتكلم بس في عموم اللي بيحصل كسن صغير قوي كده. طيب سالتوا نفسكم احنا لما بنجيب حاجه جديده بنقعد نشوف الكتالوج بتاعها عشان بنبقى خايفه ان هي تبوظ، طب ليه ما نتعلمش ازاي نربي ولادنا؟ دول اهم على فكره. اهم ان احنا نخاطبهم بلغه العصر، واهم ان احنا نتعلم معاهم. لازم تتعلمي معاهم. لو ولادنا سبقونا مش هيحترمونا. صحيح، هيكونوا شايفين هم الابديت. انت قديمه قوي يا ماما، انت قديمه قوي. ده بيحصل فعلا. عشان كده الطفل لازم يكون عنده تواصل بينه وبين حضرتك. اوعي تعاقبي ابنك وانت متعصبه، بيبقى انتقام مش عقاب. اوعي ولا متعصبه، اهدي خالص وخدي. انا عارفه الدنيا بالنسبه لكم صعبه، بس احنا هنهدى خالص عشان ما يحسش ان انت بتنتقمي. عشان كده بقول لك خلي دايما الحوار بينك وبين ابن حضرتك حوار يكون حوار مش تحقيق. امتى بتعرفي الفرق؟ لما تلاقي فيه علامات استفهام كتير. عملت ايه؟ خرجت فين؟ رحت فين؟ جيت منين؟ انت لابس ليه كده؟ فيبتدي يحس. هما بيحسوا برضه، بيزهق. طب خليني اعرف من حضرتك حاجه تانية. يعني ممكن لو اخذنا كل صفه في طفل معين نعرف نتعامل معاها ازاي ده يبقى افضل. يعني مثلا في طفل ممكن يخرج الواحد عن شعوره. يعني انا مش مخلفه بس بشوف ده مع اهلي كتير. يعني مثلا في طفل بيبقى ما عندوش صبر، انا عايز الحاجه دلوقتي، يعني عايزها دلوقتي، يعني طلعها لي دلوقتي. انا شفت ده بعيني طبعا. فخلينا نعرف نتعامل مع طفل زي ده ازاي. طيب خليني اقول لك، البيضه ولا الفرخه؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ المشكله عندي في الام، في اللي ربى. لما الابن يبقى شايف ان انت انا نفسي اطول منك فهزن فاعمل اللي انا عايزاه. انا ما عنديش مع حضرتك كأم عايزه تعملي حاجات كتيره جدا. فبالتالي تبقى عايزه خلاص، انا عايزه ابني بقى خد واسكت. خده مش عارفه، هو خلاص عارف انت انه اخره الزن. هو اجمل حاجه مع الاطفال خارج البيت انك تعملي رولز قبل ما تمشي. ده صحيح. تقولي احنا مثلا في السوبر ماركت انت معاك مثلا 50 جنيه بتاعتك. تجاوزت، انا ماليش دعوه. صحيح. هنا علمتي الحكمه واداره المال. صحيح. ومهاره المال اللي احنا بنقول عليها. صحيح. عشان كده لازم يجي علينا مرحله بعد ال7 سنين نعمل حاجه اسمها الفطام النفسي. ازاي بقى؟ مشكلة بعض الآباء إنه بيبقى عايز دايما ابنه يرجع له. يعني أنت لازم ترجع لي، لازم غير لما أكون حابب. فالفطام النفسي إن أنا أسيبه شوية، أديله هو اللي يجي بنفسه الحرية. يعني بالظبط. مساحة الحرية دي عشان يقدر يجيلي تاني هو. فالفطام النفسي من الحاجات المهمة جدا اللي بتزود مهارات الأولاد. وفن الإنصات بقى اللي هو للأسف الجيل ده ما عندوش صبر إنه يسمع حضرتك أصلا، ما بيسمعش حاجة خالص ولا نصايح حتى. يعني انك تنصحيه او تكلميه، هو عنده مشكله ويجي يحكي لك المشكله، تبداي تكلمي معاه في المشكله بقى. خلاص 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 كده. عارفه ليه بيقول خلاص؟ ليه بقى؟ عشان احنا لازم نتعلم احنا كمان فن الانصات. ما نلحقش الولد اسمعه كويس. ما نلحقهوش. يعني لما يجي يقول حاجه غلط اصبري وحضري افكارك ودماغك واعصابي، هتبتدي معاه زي الاول. لازم ابني لما يكون بيكلمني في حاجه مستفزه جدا اندح الحاجه الحلوه في تصرفه الاول. صحيح. يعني ابتدي اقول له مثلا، يقول لك يا ماما انا رحت مع صاحبي في المكان الفلاني وعملت كذا، وانت شايف كل الحاجه دي غلط. بس استاذنك قبل ما ينزل، انا مبسوطه منك انك استاذنتني جدا. نهايلايت الحاجات الايجابيه. عشان كده عشان يتقبل النقد بقى فيما بعد. صح. طب خلينا نتكلم كمان على الطفل العنيد. نتعامل ازاي مع الطفل العنيد اللي عايز اللي في دماغه برضو، مش اللي ما عندوش صبر، لا انه بيعند في كل حاجه. امتى اقول ان ابني عنيد؟ ده سؤال مهم. وامتى اقول ان المشكله عندي انا مش عند ابني؟ ما ممكن يكون انا ما عنديش صبر وابني بيتكلم في الصح. اللي عايز يعمله ده صح. يعني مثلا ما يكون ابني بيحاول يمشي وعايز ياخد دي من على الترابيزه، انت شايفه ان هي مؤذيه هتعوره، بس هو بيحاول. عشان كده بشبه الطفل الصغير بالطفل الكفيف. يعني ايه اطفالنا؟ ايه طفل كفيف؟ ازاي
بيشوف العالم بعينك باللي انت بتوصفيه. صحيح. هو مش عارف حاجه، هو لسه صغير، فتلاقيه بيعمل تصرفات تقولي مثلا ايه، هو طب ما انا كنت بعمل كده مع بابا وماما جوه البيت، ليه زعقولي بره البيت؟ فانا محتاجه اقول لك ان 5 سنين طبيعي يبقى عنيد. طبيعي، هو عايز مش يجادل، عايز يعني يكتشف. ما هو عنيد بمعنى ايه دكتور؟ يعني ياسمين قالت برضو من شويه الطفل الصبور، الطفل قصدي اللي ما عندوش صبر، والطفل العنيد ده هقدر اميزه ازاي عن الطفل اللي ما عندوش صبر؟ هديكي مثال. لان في طفل عنيد ده بتحلي له كل المشاكل اللي مضايقاه مخليه منهار، ويفضل برضو مصمم على حاجه هلاميه بقى، حاجه وهميه، حاجه مش موجوده، بس هو رخامه يعني برخم عليكم خلاص. شوفي هاخد من كلامك حته صغيره، بحلله كل حاجه. هو مش عايزني احلله، وعايز يجرب. الطفل عايز يجرب الحاجه نفسها. ولا يجرب بيجربنا احنا؟ يجرب حل المشاكل، ودي مهاره من المهارات الثانيه، مهاره حل المشاكل. يعني ادي لحضرتك مثال، هو ابن حضرتك دلوقتي مثلا عايز يطلع الكرسي، فانت خايفه يقع، بس عايز يحاول، مين صح ومين غلط؟ انا شايفه هو بصراحه صح. لا. يعني انا بدي دايما وعايز يكتشف وعايز يتعلم يطلع على الكرسي، فمن حقه انه يطلع على الكرسي. ايوه انا بقول هو صح، يجرب. هو عايز يجرب، اوفر له انا بقى الامان زي المونتسوري. يعني حضرتك بتتكلمي عن التعليم المونتسوري اللي هو بوفر بيت كامل او اوضه كامله للاطفال بطولهم بايديهم بالحاجات دي كلها. مثال ده كده مونتسوري. بدي لحضرتك مثال للعند. يعني ممكن يكون عنيد في حاجه ايجابيه بالنسبه له مش هتضر، بس احنا خايفين عليه بزياده جدا. فبالتالي ابني مش واخد مساحه ان هو يجرب، فيجرب بره. يعني انا دايما بسال اولياء الامور لما اقول لهم ابعدوا اولادكم عن الموبايل، يقولي لي مش عارفين، مستحيل، لازم يخاطبوا العصر الجديد. انا مش هقفل معاه. اقول له طيب، وانا دلوقتي لو قلت لك ان صاحبه بيشرب سجاير تديله سجاره؟ يقول لك لا. اقول له طب ما في ادمان انترنت، في حاجات اكبر من كده بكتير بيتعرض لها. صحيح، في حاجات كتيره. فبالتالي لا، التربيه محتاجه صبر، محتاجه طوله بال، محتاجه ان انا كمان ارجع ابني للدين اللي احنا افتقدناه شويه، لان بقى للاسف القدوه بالنسبه لهم ناس بتسعى للمال. فما بقاش في حد بالنسبه لهم. طب اخيرا يا دكتور، خلينا نعرف من حضرتك كده ابرز الاخطاء اللي بيقع فيها الاباء والامهات في تربيه ولادهم في نقط. تمام. اول حاجه خالص ان انا لازم اتعلم ان ابني، حب ابني ليا مكتسب. لازم اعمل عنده رصيد كتير جدا. جميل. ما اعاقبش ابني وانا متعصبه عشان ما يبقاش انتقام. اسمعه كتير اكتر ما اتكلم. امارس معاه مهاراته وهواياته وكل الحاجات اللي بيحبها عشان اقرب بيني وبينه مسافات. اقرا كتير جدا واتثقف، لان لو عندي حاجه غاليه هحافظ عليها، وابني احق ان احافظ عليه اكتر. اتعلم فن الانصات وفن تنميه المهارات لاولادي، واحاول اكون انا الصديقه الاولانيه واقربهم من ربنا كتير. طب معلش السؤال الاخير، يعني سن 10 سنين فيما فوق بقى، ده هل ده لسه في امل ان هو ينصاع للمهارات وللكلام يسمعه، او لمهاره جديده حتى تدخل؟ شوفي 10 سنين انمي مهارات، لكن صعب اعدل سلوك. في فرق كبير بين تعديل السلوك واكتساب المهاره. اكتساب المهاره بالتعود، تعديل السلوك بياخد مني وقت طويل قوي. فلازم اعدل سلوك الارض بتاعتي اللي هو الاب والام السبب في السلوك السيء، وابتدي بعد كده انمي المهاره. المهاره عشان ابنه حضرتك يكتسبها لازم انت تكتسبيها الاول. صحيح. يعني لو مثلا عايزاه يقرا لازم اقرا. لو عايزاه يتعود على القدوه يعني طبعا لازم الاول يعجب بيكي جدا، يحبك فهيتبعك. زي كده ما بنقول احنا عندنا تسلسل في السلوك وتسلسل في ان اللي قدامك يبقى معجب بيك وبيحبك. ولادنا احق بكتير. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جدا. نورتينا دكتور ايمان الريس، المستشار التربوي والتعليمي واخصائي صعوبات التعلم. استفدنا من حضرتك كتير الحقيقه. نورتينا يا دكتور. اشكركم. مشاهدينا خلصت حلقتنا، استنونا بكره في يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم صباح الخير.